الابطال وابطال لبنان اللاعبون الكرام الحضور الكريم من بيروت الى القطاع والجبل والشمال والجنوب، الشطرنج عائله واحده تتعدد النشاطات وتتعدد الاماكن ونبقى في قلب الوقت. على رقعه ملك ووزير وحاشيه وجنود، وعلى ارض الواقع نحن كلنا جنود لخدمة وإعلاء شأن هذا البلد الكريم. مبروك للوطن انتخاب الرئيس، وحسنا كان الاختيار، فالرئيس كان قائدا لجنود الوطن وهو اليوم قائدا لكل الوطن. يشرفنا في الهيئة الإدارية لاتحاد بلدان الشطرنج أن نلتقي اليوم برحاب هذا النادي الذي يمثل مصنعا للأبطال، ويسرنا أن يتوج من خلال هذه البطولة بطل لبنان للعام 2002. يستعد الاتحاد اللبناني للشطرنج خلال هذا العام للمشاركة في أولمبياد الشطرنج الذي ينظم في مدينة دريسدن في ألمانيا، بالإضافة إلى الاستحقاقات العربية والآسيوية. وهذا العام تم تقديس عدد أعضاء الفريق الذي سيشارك في الأولمبياد، فريق الرجال من 6 لاعبين إلى 5 لاعبين. وبحسب قرار الهيئة الإدارية سيتم اختيار اللاعبين على شكلين، بطل هذه المسابقة وبطل مسابقة كأس لبنان وبطل دورة خاصة للاعبين دون 20 عاما، والتي سيحدد مكان إقامتها قبل نهاية هذه البطولة، بالإضافة إلى لاعبين اثنين تختارهم الهيئة الإدارية وفق ما ينص عليه النظام العام للاتحاد. وبالنسبة لفريق الناس يتألف الفريق أيضا من 5 لاعبات. ويسرنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالتهنئة من الحكم الدولي سيشار كيلي لاختياره ضمن الجهاز التحكيمي المشارك في أولمبياد قارة آسيا، وهو الحكم الرئيسي لهذه الدورة. كل التوفيق للاعبين وجزيل الشكر للنادي صاحب الضيافة. باسمي واسم الهيئة الإدارية للاتحاد نتمنى للجميع دورة ناجحة وأهلا وسهلا. يوم الأحد هو يوم راحة في البطولة، وينظر دورة الشطرنج السريع في ليلة الفجر في سينا للتسجيل والمراجعة على الحكم الوطني السيد علي الجريش. أترك الكلام للحكم الرئيسي. نلعب 9 جولات سبيس سيستم، بس التعادل على المركز الأول، بس في حال التعادل حتى نشخص على المركز الأول، رح نعمل جولتين سريع. بقية التاي بريكس كسر التعادل على اساس الجمله الترتيبيه مش المفروض. بدي اشارك معاكم عشان نلف لجنه الاستثناء في البطوله. فاضي يكونوا عندهم دقايق كانوا دوليين او وطنيين. استاذ هاني ماتي. Thank you.